السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. حلقة جديدة في يوم جديد، يوم كله إشراقة وأمل وتفاؤل، يا رب يجعل أيامكم كلها جميلة زي قلوبكم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض أكلة حلوة قوي وخفيفة قوي ومناسبة قوي للحر اللي احنا فيه وللظروف الاقتصادية. عاملة أكلة تأكل، يعني عايزة أقول لك تأكل تشبع. و بصوا احنا نخش في الموضوع على طول. عامله لكم النهارده الشاورما الكدابه، حتى الشاورما كدبناها. ليه بقى شاورما كدابه؟ لاسباب كتيره جدا، لان احنا النهارده هنستخدم لحمه مفرومه، مش هنستخدم لحم للشاورما. ايه يا ساره اللي انت بتقوليه ده؟ تعالي معايا بس نقول الاول المقادير، وبعدين واحنا بنحضر مع بعض هشرح لك بقى الموضوع واقول لك القصه جت منين. بصي يا ستي، عشان نعمل الشاورما الكدابه هنحتاج لنص كيلو لحمه مفرومه، 50 جرام ليا وزيت وملح، و2 معلقه كبيره بهارات شاورما، معلقه صغيره من الفلفل الاسود والبابريكا والثوم البودر. هنحتاج كمان لنص معلقه صغيره من كل اللي هقوله ده، كوبيبه صيني، كزبره، وثلاث حبات بصل جوليان، وكوب فلفل رومي جوليان، وكمان فلفل حار متقطع، وثلاث حبات طماطم جوليان منزوعه القلب. يعني هجيب الطماطم وتقسميها بالنص وتشيلي قلبها، لان قلبها هيمي الشاورما. ناخد بس القشره الخارجيه بتاعتها دي ونقطعها لجوليان، يعني شرايح رفيعه بس كده، تمام. وربع كوبايه بقدونس. هي دي المقادير البسيطه بتاعتنا خالص، تمام كده. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ نلبس الجلافز بتاعنا ونرفع ووك على النار، طاسة على النار، حلة صغيرة، صينية، الموجود عندك. أهم حاجة النار عندنا بتبقى عالية. بص يا ست الكل بقى، إيه موضوع الشاورما الكدابة ده؟ طبعا في الطبيعي عشان نعمل شاورما هنعملها من قطع معينة في اللحمة، دايما بتكون من وش الفخدة اللي هي البفتيك، بنجيبه ونقطعه شرايح رفيعة وطولية. فطبعا سعر البفتيك او كمان من السمانه، القطعتين دول بس اللي يصلحوا للشاورما، اي قطعه تانية لا. تاني يا من وش الفخده يا من السمانه، فبالتالي القطعتين دول يعني بتتكلمي في سعرهم غالي شويه. ده بالنسبه للسعر. احنا النهارده هنعملها بلحمه مفرومه، ولحمه مفرومه اقتصاديه، يعني مش لازم لحمه حمراء، يعني بتتكلمي في توفير في الكيلو على الاقل 100 جنيه. طب ايه كمان يا ساره؟ انت بتتكلمي عشان تعملي شاورما لازم بقى نجيب اللحمه ونتبلها عشان نجيب طعم الشاورما الحلو قوي ده وتبقى طريه معاكي كده. انا النهارده بقى هعمل لك الشاورما الكدابه من اللحمه المفرومه. ما تستغربيش، جربي وبجد النتيجه هتبهرك. انا شخصيا كساره اتبهرت. بصي بقى هنعمل ايه؟ معانا طاسه على النار هننزل بشويه زيت، ومعانا اساسيات علشان الاكله تطلع معاكي صح وهايله. هقول لك الاساسيات واحده واحده. شويه زيت حلوين كده، لان ده زيت الاكله كلها، يعني تقريبا اقل من ربع كوبايه زيت، حاجه بسيطه كده، تمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ طبعا زي ما قلت لك اهم حاجه النار عندك عاليه. بصي معايا هنا اللي هي اهي، اهم حاجه اللي هي من المهام بتاعتنا. بصي اللي هي اهي، اللي هي متقطعه او مفرومه ننزل بيها كده على الزيت. ايه اللي هيخلي اللحمه شاورما؟ ايه اللي هيخلي الفراخ شاورما؟ حاجات معينة، بهارات الشاورما واللية والبصل والكزبرة، خلاص كده بقت شاورما. جربيها وانت هتشوفي انا بقولك ايه. هندي تقليبة كده، مجرد بس ايه نشم ريحة اللية. مفيش في الدنيا شاورما بدون لية. نعمل ايه على طول؟ هننزل باللحمة المفرومة وش واحد. وانت بتجيب اللحمة المفرومة بتاعتك من عند الجزار تقولي له انا عايزاها وش واحد، هننزل بيها كده. عايزه اقول لك اكله حلوه قوي واقتصاديه وموفره وبجد طعمها عالمي، بقول لك بجد مش هتتخيلي. افرشي لي اللحمه كده، انا هنا بعمل نص كيلو، وهتشوفي ان نص كيلو اللي مش باين في الووك قدامي ده هيتحول لكميه هتعمل سندوتشات قد ايه. وشوفي بقى الساندوتش الواحد بتجيبيه برقم قد ايه وهيبقى معاكي ايه. ثواني بس هدخل الحاجات دي ورايا كده، بجيب الطبق بتاعي اهو. طبعا اللحمه المفرومه مش هنيجي ناحيتها خالص، مجرد بس تاخد لون خلاص اوريدي هي اخدت اللون. هقلب على الوش التاني اهو، بصوا كده معايا، عايزاها تاخد الوش الكريسبي ده المتحمص ده. قلبي بقى كده. طبعا انتوا عارفين ان اللحمه المفرومه اصلا ما بتاخدش وقت في التسويه، زي ما قلت لكم اهم حاجه اللحمه المفرومه واخده وش واحد بس، يعني مفرومه وش واحد بس مش وشين، تمام كده اهو. بمجرد ما اللحمه كلها تغير لونها والنار عندي عاليه ما ينفعش اهدي النار. بصي كده
بصي هكتمها بس لحد ما اخد تليفون رباب. الو استاره. يا رباب ازيك؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله زي الفل. انت عامله ايه يا قمر؟ الحمد لله. سندوتشات شكلها حلو قوي، بحب الاختراعات بتاعت حضرتك. يا روح قلبي تسلمي. جربتي حاجه من الاختراعات دي؟ لسه هجرب. وانا كنت جايه اسال حضرتك، الفراخ اللي عملتيها امبارح ينفع اعمل نفس التتبيله على السوايه؟ طبعا. يا نهار ابيض، ده التتبيله دي بمجرد ما بتنزل كده على الفحم بتعمل بقى ريحه عالميه والطعم بيكون جهنمي. طبعا تنفع. هجربها ان شاء الله. طب جربي وانا مستنيه حته. تمام. عايزه اي حاجه تانية اعملها لك؟ اي حاجه اعملها لك مخصوص، اي اكله معينه، اللي انت عايزه يا قمر. اكيد اي حاجه هكلمك طبعا. تسلمي يا روحي حبيبتي. تسلمي يا حبيبتي. بصوا كده بقى، بنكتمها اقل من دقيقتين بس، وبعدين نعمل كده نوسع في النص كده ونبدا بقى. هتستخدمي نص كيلو من اللحمه المفرومه، انزلي بنص كيلو بصل. بصوا الشرايح الجميله، بس انا دي كميه اكتر من نص كيلو. تمام. زي ما قلنا هتستخدمي نص كيلو من اللحمه المفرومه، يبقى قدامه نص كيلو من البصل. بصي بقى كده قلبي. هي الشاورما ايه؟ الشاورما غير شويه توابل. بصوا شرايح البصل بقى، قلب 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 كده. يا نهار ابيض، ويا سلام بقى لو البصل ده احمر كمان، بيبقى ولا اروع. قلبي كده بجد. جربي الاكله دي هتدعيلي، لانها حلوه بشكل لا يصدقه عقل، بجد حلوه قوي. هنوسع في النص كده وهننزل بالفلفل الحامي. شمي ريحه الفلفل اهو. تقدري تستغني عن الفلفل الحامي، بس بجد بيبقى تحفه. معايا هنا فلفل اخضر، لو عندك فلفل الوان او عايزه فلفل الوان اوكي مفيش مشكله. بصي بقى كده، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هننزل بالبهارات. ده وقت بهاراتنا، وبنسيبها 3 4 دقايق بالكتير، ونضيف اخر حاجه الطماطم. بصي بقى بهاراتنا، فلفل اسود، بهارات بسيطه خالص، بابريكا مدخنه، لو مش مدخنه مش متوفر عندك مفيش مشكله، كزبره، والكميات انا قايله لك عليها بالظبط، كوبايه صيني. هنا بقى معايا بهارات الشاورما، وهنا معايا الملح. بصي بقى يا ست الكل، بهارات الشاورما اهي، اهم حاجه في الموضوع بهارات شاورما لحمه. لو هنعمل شاورما اللحمه، لو شاورما فراخ هنستخدم بهارات شاورما فراخ، وتقدري تعملي نفس الاكله دي بالطريقه بكل حاجه لشاورمة الفراخ. لو انت النهارده مجهزه تعملي بانيه مثلا ومطلعه صدرين فراخ، شرايح رفيعه، اغسلي كويس قوي شويه ملح وليمون يتصفوا كده، واعملي نفس اللي احنا عملناه ده كله، بس من غير الليه، من غير الليه، شاورما فراخ من غير الليه. تمام. بصي بقى، لو بهارات الشاورما عندك بملحها مش هتضيفي ملح، لكن لو بهارات الشاورما بدون ملح هتضيفي ملح. نعرف منين؟ بيبقى مكتوب على العبوه. لو سايبه هتسالي العطار. ادي بقى تقليبه وشمي بقى الريحه. بصوا الكلام بقى، البهارات يا جماعه، ساعات اقول لكم قللوا البهارات في الاكله دي ملهاش اي لازمه، وساعات اقول لكم لا الاكله محتاجه بهارات. يعني مثلا اكلات ستي وستك. بص الاول بس ادي تقليبه كده عشان اعرف اتكلم معاكم وانا مركزه. لازم التقليبه دي، اللون هنا بيختلف تماما، ولازم بعد التقليبه دي كتمه 3 4 دقايق. وتعالي بقى بهارات ستي وستك اللي هي ايه؟ زمان كان الموضوع عباره عن ايه؟ شويه ملح، شويه فلفل اسود، ياه لما يضيفوا الكمون والكزبره، كده عملوا معانا الصح، لان اكلهم كان ايه؟ حته لحمه مسلوقه، حته لحمه محمره، يوم ما بيعملوا المحشي ده بيبقى يوم عالبي، وبهاراته ايه؟ الباميه اساسها دايما لما بنيجي نعمل باميه يقول لك لا احنا عايزين ملح وفلفل، ممكن يعني رشه كده بسيطه من الكزبره.
ففي اكلات لازم الملح فيها يكون قليل، لازم بهاراتها تكون قليله، وفي اكلات الاكلات الحديثه بقى لما نيجي نقول يعني مثلا الكفته اقول لك لا ملح وفلفل، رشه جوز طيب، رشه كبيبه صيني، وحلوه قوي كده وكان الله بالسر عليه. لكن هنعمل شاورما لازم بهارات، ادي ادي بهارات، كل ما الطعامي هيبقى طعمي زي الجاهز، لان الاكلات دي اخترعوها يا جماعه واساسها البهارات. ففي اكلات اساسها البهارات وفي اكلات لا لازم يبقى بهاراتها صغيره. طيب اوعوا تنسوا معانا المسابقه بتاعتنا، المسابقه بتاعتنا ما هو الطعام الذي ثواني لا مش لا عايزاكم يا جماعه تقولوا السؤال تاني اللي هو ايوه ايوه صح كده، ما هي اقدم اكله في العالم، المشاوي ولا الارز ولا البيض؟ تاني، ما هي اقدم اكله في العالم، المشاوي ولا الارز ولا البيض؟ طبعا انت هتردي على السؤال ده على البيج بتاعتنا وان سليم، فانت لما تردي على البيج بتاعتنا طبعا تعملي لايك للبيج وتعملي المتابعه للبيج وتجاوبي على السؤال والسؤال معاكم على الشاشه، فبالتالي انت كده دخلتي معانا المسابقه، وسحب المسابقه هيكون بكره ان شاء الله، وشرط معانا اساسي ان المتسابقه تتواجد معانا يوم السبت، والهديه بتكون ادوات منزليه زي ما شفتوا امبارح كان معانا استاذه منى احمد. تمام كده؟ بصوا بقى هنا قلت لكم يعني مجرد بنغطيها دقيقتين ثلاثه، واهم حاجه كل ده على نار عاليه. بصوا بقى شاورما ولا مش شاورما يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ ها شاورما ولا مش شاورما؟ انزلي بقى بالطماطم، شايفين اهم حاجه الطماطم ايه؟ القشره الخارجيه بتاعتها متشاله. حلو كده، انزلي بقى بالطماطم، اللون يا جماعه عالمي، حلو قوي. انا بجد عايزاكم تدوقوا، يعني انا نفسي ادوقكم. لما بنضيف الطماطم برضو بنغطي دقيقه كمان، وعايزه اقول لك بعد كده بنقدم، بنعملها بقى بنقدمها بقى ايه؟ انا النهارده عامله لكم طرق مختلفه للتقديم، تقدري تعمليها فته. ايوه فته، كوبايتين رز، بجد والله كوبايتين رز بسمتي، وسويهم يعني هتجيبي الحله شويه زيت، بصلايه تتبل، انزلي ببهاراتك ايا كان البهارات اللي موجوده عندك. لو انت بتجيبي بهارات الشاورما هاتي من عند العطار بهارات كبسه او بهارات مندي او بهارات رز بسمتي، ليها اكتر من اسم. انزلي بمعلقتين شوحيهم مع البصله وانزلي بالرز. طب يا سوري انا ما عنديش البهارات دي وعايزه اقوم اعمله دلوقتي. يلا يا ستي، ورقتين حبهان، ورقتين ورق لورا، فصين حبهان، فصين فلفل اسود، ايه رايك؟ الموضوع سهل وبسيط. واتنين لومي لو عندك الليمون الاسود ده، الليمون المجفف، شوحي 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 كده، وانزلي بالبهارات بقى، ملح، شويه كركم، شويه كاري، تشمي ريحه البهارات وحلاوتها كده مع البصل والزيت، انزلي بالرز بتاعك، شوحي شوحي وانزلي بالميه. اهم حاجه الرز البسمتي هنكون ناقعينه في ميه مغليه 10 دقائق، اي نوع رز بسمتي لازم يتنقع 10 دقائق في ميه مغليه، بعدين نغسله كويس ونصفيه ونستخدمه. كوبايه الرز البسمتي هتاخد معاكي كوبايه ميه، وهيبقى معانا الرز البسمتي القمر اللي هناك ده. بصوا يا جماعه كده نجيب على الرز البسمتي، هيبقى معاكي بالجمال ده. وعايزه اقول لك اللي فوق دي شاورما احنا اللي لسه عاملينها، نفس اللي هتطلع معانا دلوقتي. بصوا جمال، وعملتي غدوه بربع كيلو لحمه مفروم انت وزوجك ولو ولد او ولدين، وعملتي فتت شاورما، في احلى من كده؟ طب يلا بينا نكمل، وهقول لك برده على سلطه الطحينه عشان ايه اللي عايزه تقوم تشتغل مفيش حاجه توقفها. بصوا الكلام، ولا احلى ولا اروع الريحه قلب الاستوديو. هنا بقى بطفي النار وبضيف شويه كزبره او بقدونس المتاحه عندك، تعلي بقى الطعم معايا وتعمل ايه شغل عالمي. انا عايزه بس اطفي البوتاجاز، النار بتاعته الصهد بتاعه بيبقى صعب قوي. بصوا بقى كده، يا نهار ابيض، شايفين الكلام في كده؟ بصوا بصوا الكلام، احلى شاورما ولا مش احلى واجمل شاورما؟ بجد جربوها بجد، انا لما عملت الوصفه دي انا كساره انبهرت. تعالوا بقى، بصي بقى، عايزين بقى نقدمها زي ما قلت لك مع رز بسمتي هتبقى هايله جدا، عايزه تقدميها مع سلطه الطحينه هقول لك برده نعمل سلطه الطحينه ازاي. يلا بينا، انتوا عارفين انا نسيت اضيف حاجه واحده، هي شويه توم باودر ندوبهم في الاخر. هندي تقليبه كده، والله العظيم الريحه يعني شويه التوم الباودر دول لما نزلوا اختلفوا في الريحه، اوعي تنسيهم. معانا تليفون، الو الو يا عبير، ازيك؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله، تسلم ايدك، تسلم ايدك بجد على اللي انت عاملاه ده، شاورما كدابه فظيعه يا روح قلبي.
هي كمان هتبقى سهله جدا فعلا على الولاد وبس المصايف وخفيفه قوي في الحر اللي احنا فيه ده. جدا جدا. انا عايزه اطلب منك بقى طلب يا شيف بعد اذنك. امر يا قمر. لما بعمل الكيكه دايما ما بفتحش عليها الفرن ولا اي حاجه، بس دايما بتبقى يا هابطه يا مكلكعه، يا مع اني ببقى ضربها كويس جدا. عيني حالا. طريقه كويسه كده. عيني. طب انت عايزاها كيك ايه؟ عايزاها فانيليا ولا برتقال؟ والله بصي انا دي بتطلع مني واحده ودي بتطلع مني واحده. طب خلاص ممكن تقول لنا كده بتاعه البرتقال. عيني حالا. تسلميلي تسلميلي شكرا حبيبتي. انت تأمري. انا عايزه اقول لكم ان امبارح بالليل كنت عامله لايف، كنا عاملين كيك برتقال. اللايف ده كان عالمي ما شاء الله، يعني كان معانا ناس كتيره جدا. فجاه كده الناس سهرانه من الحر. بصي الساندوتش كده، يلا بينا اقول لك على مقادير احلى كيك برتقال ممكن تعمليها في حياتك. قبل اول حاجه، قبل ما تشتغلي في اي حاجه لازم تشغلي الفرن على درجه حراره 180 ونبدا نشتغل بقى. هاتي خلاطك الحلو، هتضيفي 3 حبات من البيض وظرف فانيليا، هنضرب البيض ده جوه الخلاط عادي خالص دقيقتين، بعدين هنضيف كوبايه من السكر. اهم حاجه الكوبايه اللي هتعايري بيها السكر هي اللي تعايري بيها زيت، هي اللي تعايري كل اللي هقول لك عليه. الكوبايه في توحيد المقادير. طب هنعمل ايه؟ هننزل بكوبايه السكر مع الثلاث بيضات والفانيليا وهنضربهم كويس 3 4 دقائق. حلو كده؟ حلو كده. بعدين هنجيب برتقانتين وناخد البشر بتاعهم ونضيفه. محتاجين بشر برتقانتين او معلقه كبيره من بشر البرتقان. تمام؟ تمام. وكوبايه من عصير البرتقان وكوبايه الا ربع من السمنه على الزيت او زيت فقط او زيت وزبده يكونوا بدرجه حراره الغرفه. هنضرب كل ده مع بعضه في الخلاط دقيقه او دقيقتين. هنجيب بوله ثانيه فيها كوبايتين ونص من الدقيق، نص كوبايه من النشا، معلقه صغيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره من الكيك شيف ورشه ملح. هنقلب كل ده مع بعضه وهناخد المقدار ده نصبه على المقدار ده ونقلب. تمام تمام. اول ما نخلص المرحله دي هنجيب نص كوبايه من الميه المغليه او الميه السخنه ونقلب كله مع بعضه كويس جدا. ما تخافيش البيض اللي في الكيك مش هيبقى اومليت ولا هتبقى رائعه. هنجيب بقى صينيه متبطنه بزبده ودقيق او زيت ودقيق اي حاجه وتعمليها كده كويس، تنزلي الدقيق زياده وانزلي بالكيك بتاعك ودخليها الفرن من 40 ل 45 دقيقه. اقفلي الفرن وسيبي الكيك جوه الفرن 10 دقائق، بعدين طلعيها وهتاكلي احلى كيك برتقال في حياتك. دلوقتي بقى بصوا هعمل معاكم اخر ساندوتش عشان نطلع فاصل. بصوا الجمال، الكلام الجمال عدى الكلام. بصوا الحلاوه، ايوه كده. شويه بقى سلطه الطحينه كده. يا نهار ابيض، سيبوني بقى انا اكمل بقيه ساندوتشات. نطلع فاصل صغير ونرجع. فاصل ونوصل. ورجعنا لكم من تاني، مش راجعه لوحدي طبعا، راجعه بشاورمتي الكدابه، وراجع معايا استاذه مها عطوه خبيره التغذيه العلاجيه والعنايه بالبشره والشعر. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. الاخبار؟ الحمد لله. كويسه؟ ايه اللي وحشتيني؟ عامله ايه النهارده؟ والله وانت كمان. الاخبار؟ الحمد لله. بصي تمام. النهارده بقى جايبه لكم، بصوا يا جماعه الشاورما، بصوا الكلام، جايبه لك شاورما كدابه زي ما قال الكتاب. ولا بقى نقعنا لحمه ولا عملنا حاجه واقتصاديه وتاكل عيله وعيله العيله. بصي ايه رايك بقى في الكلام؟ انا ماليش كلام طبعا، بس يعني احنا ممكن ناكلها من غير عيش ولا ينفع ناكلها بالعيش؟ انا عايزه اقول لك ان الناس بجد بقى بتستنى كواليسك بجد. وانت بتدوقي بيحبوا رياكشناتك قوي وانت بتدوقي. يقولوا لي استاذه مها بصي اكلك لا يقاوم بصراحه. بجد بجد كده كده يا جماعه، الاهم من الشغل تظبيط الشغل. انزلي كده بقى تعالي كده معايا كالعاده. مطبخ البلد بيعمل ايه؟ عظمة ومفيدة، لحمة وخضار والجمال كله هنا، صح ولا ايه؟ طبعا. طب قوليلي بقى، بما اني انا النهاردة جايباكي معايا واحنا عاملين اكلة تحفة وعظيمة وجميلة بالشكل ده، عظيمة زي ما قلتلك، اقتصادية جدا ويعني موفرة وطعمها هايل. شوفي يعني الساندوتش الواحد بتجيبيه بكام؟
طبعا. طب شوفي بقى انت دلوقتي عامله كميه، انا قدامهم وهو على الهوا وعملتها ولا وقت ولا مجهود ولا شغلنا فرن ولا عملنا حاجه، ولذيذه واقتصاديه وكل حاجه. قولي لي بقى احلى حاجه فيكي ما بتنسيش طبق السلطه. طبعا طبق السلطه ازاي؟ لا لا لا، الفتره اللي فاتت دي في ناس كتيره بتعاني من التهاب في المعده، كسل الامعاء، ومهما يعمل دايت ومهما يعمل اي حاجه مفيش اي مشكله، وبيبقوا عايشين على ملينات. فاحنا بقى الناس دي علاجها اصلا ايه؟ غير ان انا طبعا لازم اتحرك، ان انا لازم اخد الياف كتير جدا واشرب ميه كتير جدا عشان اعالج المشكله دي. فاحنا كمان الكورس بيعالج المشكله دي، غير بقيه المشاكل اللي هي الامراض، ان احنا عايزين نقلل الدهون، عايزين نخلص من اي شراهه في الاكل، عايزين نتحرك من غير ما نتحرك. فازاي بقى الكورس ده بيعالج لي المشكله دي كمان بالتحديد؟ اول حاجه ان الكورس عباره عن اعشاب والياف طبيعيه بتملالي المعده، فبالتالي بتحسن من حركه الامعاء والتمثيل الغذائي. فالناس اللي عندها امساك، عندها تخزين في الميه، مهما تعمل دايت ما بتعرفش تدخل او تتخلص من الفضلات، كل ده بيساعدني بالكورس، انه بيخليني اشرب ميه كتير جدا، بيحسن لي من حركه الامعاء، كمان بتخلص من الناس. في معظم الناس دلوقتي بتبقى عايشه على الملينات، وطول ما انا باخد ملينات هيحصل لي كسل اكتر في الامعاء، فلازم اتحرك، لازم احرق، لازم اخد الياف بكميه كبيره جدا، واشرب كمان على اقل حاجه لترين ميه في اليوم. فالكورس بيساعدني في ده كمان، غير طبعا احنا قلنا بيخلصنا من الدهون. الوان سليم ده اللي مليان اعشاب وفيتامين، ده مجرد ما باخده انا اكني خدت كميه الياف كمان للناس اللي ما بتحبش تاكل خضار او فاكهه، او ما بتعرفش تاكل، ما بتحبش الخضار اصلا، فده كمان ممكن يخليني او يساعدني ان انا احسن من حركه الامعاء، اسد الشهيه لو انا عندي شراهه في الاكل، لو انا عندي اي مشكله. كمان بينزلني من 10 ل 15 كيلو في الشهر. تاني علبة معانا، العلبة الحمراء دي الناس تبقى مش عارفة هي بتعمل ايه، هي انا بسميها بديل الجيم. بديل الجيم ان انا مش عارفة اتحرك، ما عنديش وقت اتحرك، عندي دهون موضعية، عندي مشكلة في الحرق، كل ده بيساعدني بيه العلبة دي، وانا قاعدة في مكاني من غير اي رياضة. بس مش ده مش معناه ان انت ما تتحركش، يستحسن لو نعرف على الاقل نتمشى، نعمل اي حاجة في مكاننا، حتى لو زي ما قلنا ننط الحبل، نرقص، اي حاجة نعملها واحنا في مكاننا. تالت علبة دي اللي بتساعدني او بتساعد اي حد دايما بيعمل دايت مرة واثنين وعشرة بيرجع يزيد الوزن تاني، العلبة دي كفيلة ان هي تثبت لي الانجاز اللي انا وصلت له. فالعلبة دي بتخلصني كمان من المية الزايدة في الجسم. كمان عاملين عليهم عروض، الناس فاكرة ان ده انا بسميه بجد كورس الغلابة، يعني اي حد عايز يعمل عملية، اي حد عايز نفسه يوصل لجسم مثالي مش عارف يعمل ده ازاي، ده اللي بيساعدني. كورس اقتصادي جدا، كمان بنبقى عاملين على طول عليه عروض حلوة جدا، عشان كل الناس اللي عايزة تجرب. الآن معانا تصريح من وزارة الصحة المصرية، الناس اللي بتاخد أدوية كمان يناسبها الكورس ده تماما. أول عرض معانا كورس الشهر، أدي التصريح ظاهر معانا على الشاشة. كورس الشهر العلبة البيضة دي بناخدها كل يوم قبل الفطار بنص ساعة، قلنا مليانة ألياف، بتسد معايا الشهية من 6 ل 8 ساعات، كمان بتزود معايا الحرق. دي عليها تخفيض 30%، وبيوصلني معاها الفيتامين دي، ده بناخده يستحسن الصبح، قلنا معظم الناس اللي عندها دهون بتعاني من نقص الامتصاص فيتامين دي، فاحنا بنديه كمكمل غذائي. ده غير ان الاي وسي وبي اللي موجودين في الكورس اصلا، يعني احنا بناكل كل حاجة من غير حرمان، وبننزل في الوزن كمان. كورس الشهرين العلبتين دول بيوصلني وان سليم وان فيت، العلبتين دول بناخدهم بالتبادل يوم بعد يوم، بعد الفطار بنص ساعة بنشرب برضو كوبايتين لثلاث كوبايات مية، بس على مدار اليوم لازم نشرب مية. ده عليه تخفيض 40%، بينزلني من 20 ل 25 كيلو في الشهرين، بيوصلني معاه الفيتامين دي ده، وده كريم شهادة الترهلات بندهنه برضو يوم بعد يوم على المناطق اللي فيها تكتلات دهنية عندي فيها أي، ده بيخلصني كمان من الدهون الثلاثية اللي بتبقى موجودة في الكبد. تالت عرض معانا عرض الثلاث شهور، بيوصلني الثلاث علب بالثلاث ألوان دول، علبة البيضة والعلبة الحمراء والعلبة الخضراء اللي بنثبت بيها الوزن، دي بتكفيني ثلاث شهور، بتنزلني على الأقل من 30 ل 35 كيلو بديل العمليات، عليه تخفيض 50%، انا بدفع بس نص ثمن الكورس، وكمان بيوصلني معاه هديتين الفيتامين دي وكريم شهادة الترهلات كمان.
كورس الاربع الثلاث شهور بيبقى فيه اربع منتجات، ده اسمه كورس المكثف، مكثفين فيه اول شهر الجرعتين بناخدهم في نفس اليوم كبسولتين، واحده قبل الفطار وواحده قبل الغداء، تاني شهر بنرجع نكمل بالعلبة الحمراء، تالت شهر بنثبت بالعلبة الخضراء، وكمان بننزل في الوزن عشان فاكرة الناس ان هو بيثبت بس، لا يا جماعة ده بيثبت وكمان بيحرق معايا، فانا بنزل وفي نفس الوقت وزني بيثبت على اللي انا وصلت له. الكورس ده عليه تخفيض 60% من اول شهر، بينزلني 15 كيلو اكيد على الميزان، يعني مش من 10 حتى لو انا باكل، حتى لو انا بلخبط. معظم الحالات اللي اخدت الكورس المكثف نزلت 15 كيلو من اول شهر. ده كمان معاه فيتامين دي وكريم شد الترهلات، وكل الكورسات دي المتابعه بتبقى مع فريق طبي مجانا، بيتابعوا معانا لحد ما نوصل للوزن اللي احنا عايزينه. محتاجين اي حاجه، اي سؤال تسالوه، بيفضلوا متابعين معاكم متابعه مجانيه واسبوعيه، والشحن كمان مجانا. وكورس المكثف كمان في معانا مفاجاه، انه اي حد هياخد كورس الاربع شهور الثلاث شهور سوري هيصور بس الريسيت ويبعتها على اي صفحه من صفحاتنا وان سليم وان دايت ودايت لايف، صفحه مطبخ البلد، ممكن يكسب معانا رحله العين السخنه. يا جماعه في ناس فاكره ان ده العين السخنه يعني الجايزه بتاعه الفوازير، في فرق. احنا بنقول اللي هياخد الكورس المكثف لو بعت الريسيت بعد ما ياخد الكورس يبعت لنا الريسيت ممكن يكسب رحله للعين السخنه مع مرافق طبعا، والسحب اخر الشهر. ده غير يا جماعه مسابقه الفوازير اللي مع شيف ساره طبعا. وللتواصل معانا الارقام اهو 6 ارقام، اتصال عادي او واتساب او الصفحات بتاعتنا على الفيسبوك. كل ده شحن مجانا ومتابعه مجانيه. حلو قوي الكلام ده، وانا عايزه اكد كلام على كلام، اكد كمان على كلام استاذه مها. يا جماعه المسابقه بتاعتنا بتاعه مطبخ البلد الفزوره، في فرق بين الفزوره والمسابقه. فزوره مطبخ البلد لسه قايلينها دلوقتي، ما هي اقدم اكله اللي هي وما زالت تطبخ حتى الان، المشاوي ولا الارز ولا البيض؟ دي اجابتها طقم ادوات منزليه زي اللي شفتوه امبارح، زي استاذه منى احمد لما جت استلمت، وطبعا بتكون موجوده معايا هنا، يعني اللي هتستلم الجائزه هتكون موجوده معايا هنا يوم السبت. دي جائزه الفزوره، لكن جائزه الكورس عباره عن ايه؟ عباره عن رحله العين السخنه. طب احنا ازاي ندخل المسابقه دي؟ زي ما استاذه مها قالت، انت دلوقتي اتصلتي وطلبتي الكورس المكثف، فلما الكورس المكثف جالك هتعملي ايه؟ هتصوري ريسيت وهتبعتي على الواتساب على الارقام الموجوده على الشاشه الاتصال العادي والواتساب. فانت دلوقتي لما جيتي طلبتي الكورس جال، انت طلبتيه من رقم معين، فنفس الرقم ده انت تبعتي له بقى ايه؟ الريسيت بتاعتك. كده انت اوريدي اوتوماتيك دخلتي على السحب بتاع جائزه الكورس، فهو ده السحب بتاعهم. فالمسابقه دي موجوده، والفزوره دي موجوده، الجائزه دي موجوده، والجائزه دي موجوده، وان شاء الله اسمها سعيد الحظ هو اللي يكسب معايا، ويكون بالنسبه لمطبخ البلد يكون موجود معايا ان شاء الله السبت اللي جاي. وما تنسوش السحب ان شاء الله بكره، فالنهارده بقى ادخلوا اعملوا لايك ومتابعه للبيج بتاعت وان سليم، البيج بتاعتنا وان سليم، ويجاوبوا على الفزوره وان شاء الله تدخلوا معانا في السحب. طيب انت دلوقتي يا استاذه مها شرحت لنا ما شاء الله العلبه البيضه الجميله دي، علبه الشهر، يعني ايه شهر؟ ويعني ايه شهرين؟ ويعني ايه ثلاثه؟ ويعني ايه كل الحاجات دي يا ساره؟ بصي يا ستي تعالي بس كده بالراحه كده، اتكلم بالراحه كده بود كده بينا وبين بعض. في فرق لما واحده تكون 100 كيلو وعايزه تنزل 30 40 كيلو، وفي فرق لما تكون واحده 70 كيلو وعايزه تنزل 5 كيلو. ايه الفرق في ده؟ يعني مش هنيجي لواحده 70 كيلو وعايزه تنزل 5 كيلو ونقول لها بقول لك ايه، انت لازم تجيبي عرض الثلاث شهور او عرض المكثف، هتعمل بيه ايه؟ هي كل الزياده اللي عندها 5 كيلو عندها مناسبه، طب الزياده دي في منطقه واحده، يعني بنشوف بنات ما شاء الله جسمها جميل جدا وزي الفل، لكن في زياده في منطقه الدراعين، في منطقه الارداف، طب في منطقه البطن، طب نعمل ايه؟ طبعا مش هتاخدي كورس المكثف ولا هتاخدي كورس الثلاث شهور ولا حتى الشهرين، هتاخدي كورس الشهر، لان الحجم اللي انت عايزه تنزليه بسيط، فهو يناسبه كورس الشهر. ايه بقى كورس الشهر؟ العبوه البيضة ممكن تمسكيها لي العبوه البيضة دي بتكفيني شهر كامل، يعني كل يوم باخد كبسوله قبل الفطار. أيوة. بشرب كوبايتين لثلاث كوبايات ميه، مسمينه كورس الشهر عشان هو فيه 30 كبسوله بيكفيني شهر، وخلال الشهر من اول اسبوع بيبان نتيجه، بس بننزل على الاقل من 10 15 كيلو في الشهر، ومعاه هديه، ومعاه الفيتامين دي هديه. وكمان التخفيض ال 30%. يعني انت دلوقتي عايزه تخسي 5 كيلو 6 كيلو 10 كيلو،
هنقولك على كورس الشهر العبوه البيضاء وهديه من عندنا الفيتامين. طب وبعدين في كمان خصم 30%. طب دلوقتي انا واحده عايزه اخس 20 كيلو وبراحتي، يعني مش محتاجه ان انا اخسهم في وقت صغير، مش محتاجه ان انا ما عنديش مناسبه، هنقولك على كورس الشهرين. كورس الشهرين معانا العبوه البيضاء، العبوتين العبوه البيضاء دي والحمراء بناخدهم بالتبادل، يعني يوم اخد من العلبه دي الصبح ويوم اخد من العلبه دي، ده عليهم تخفيض 40%، ينزلني على الاقل من 20 ل 25 كيلو. طبعا بتختلف من حد للتاني، يعني في ناس تفضل تاكل كل حاجه ممكن تنزل 20 ممكن تنزل 15، لكن لو باكل اكل صحي وبمشي تمام مستغله سد الشهيه ده، طبعا بنزل اكيد ال 25 كيلو في شهرين. ومعاهم كمان الهدايا بتاعتنا هنا بقى هديتين. أيوة. يعني عرض الشهرين فيه هديتين، معانا الفيتامين ومعانا كمان الكريم شادة الترهلات. ممكن تمسكهم لي كده؟ ادي الكريم شادة الترهلات ده بدهنه. أيوة. على المناطق اللي فيها دهون اكتر، يعني أيوة. اللي عنده كرش، اللي عنده بطن سفليه، اي دهون، حتى الدبل تشين، الناس اللي عندها دهون في المنطقه دي بتقلل كمان من الدهون دي، مع ان الكبسوله نفسها بتحرق لي الدهون. حلو قوي الكلام ده. فزي ما بقول لكم كل وزن وليه نزوله، يعني معانا برضو يا جماعه واحد عايز يخس 30 كيلو 35 كيلو، تعملي ايه؟ انا بقى هقول لك، انا قصاره خدي عرض الكورس المكثف. طب لو انت مش عاوزه خلاص عرض 3 شهور، عرض 3 شهور معايا العلبه البيضاء والعلبه الخضراء والعلبه الحمراء، ومعاهم هدايا الفيتامين دي وكريم شهاده الترهلات، وده عليه تخفيض 50%، باخد يعني نص السعر تماما. طب دلوقتي يا ساره تنصحيني بايه؟ دايما بقول لكم الناس اللي عايزين يزيدوا اكتر، اللي عايزين يخسوا اكتر من 10 كيلو عليكم على الكورس المكثف. الكورس المكثف يا جماعة كل اللي قدامك ده، العلبة البيضاء، العلبة الخضراء، والعلبتين الحمر، وكمان الهدايا الكريم، وكمان الفيتامين. فأنا قصارى دايما بنصح بالكورس المكثف، لأنه ما شاء الله يا جماعة عشان مكثف يعني إيه؟ يعني نتائجه أسرع. ومن أول شهر بيبان النتيجة، ده من أول أسبوع، من أول أسبوع نتائجه بتبان، حتى لو أنا معك وحتى لو أنا مش بتحرك بيبان معايا النتيجة، لأن أنا مكثفة الجرعة من أول شهر، باخد كبسولتين، واحدة قبل الفطار وواحدة قبل الغداء، وملهاش أي طعم ومفيش أي مشاكل. وده اللي أنا بقوله، يعني الكورس التاني لا، بناخد يوم البرشامة البيضة ويوم يوم الكبسولة البيضة ويوم الكبسولة الحمراء، لكن الكورس المكثف أنت بتاخدي الكبسولة البيضة قبل الفطار والكبسولة الحمراء قبل الغداء، فبالتالي النزول بيبقى أسرع. وزي ما قلت لكم في التوقيت ده بصراحه، يعني انا بحب احس بالايه، يعني انا قصاره عشان كده حبيت الكورس ده، نتائجه بتبقى سريعه. أيوة. وحلوه وهايله ونتائجه ما شاء الله معانا مكسره الدنيا. طب يا ساره انت دايما بتميلي لكورس المكثف، يا جماعه المكونات كلها واحده، المكونات كلها مصرحه من وزاره الصحه، المكونات كلها بتاعتنا واحده، يعني هي العبوه البيضاء هي زي يعني نفس شركه العبوه الحمراء، نفس شركه العبوه الخضراء. انا مش بميل للكورس ده لان هو شركه معينه، لا كلهم شركه واحده، وان دايت وان سليم. القصه في ايه؟ القصه ان هو مكثف قبل الفطار العلبه البيضاء، قبل الغداء العلبه الحمراء، فبيديكي نتيجه اسرع، بتنزلي في الوزن اسرع، مع زي ما قلنا ان انت تشغلي عقلك. هنشوف دلوقتي تقرير لبنوته جميله كانت معانا واخدت كورس وخست، وانا بصراحه مبسوطه قوي من التقرير ده، ولد المره دي ولد. يلا بينا نشوف التقرير. الكرش مشكله بيعاني منها معظم الرجاله المصريين، وانا واحد من الرجاله المصريين، بمجرد ما بدأت معاش مبكر وقعدت في البيت بدأ جسمي كله يوجعني. لكن انا سبقتكم في الكلام، عايز اقول لكم الاول انا كان بيحصل معايا ايه ايام انا كنت شغال لسه قبل ما اطلع معاش مبكر. انا كانت حركتي جامده جدا وقويه جدا ورياضي، وبنزل وبطلع وبتحرك ما عنديش مشاكل. كان كل المشكله بالنسبه لي الكرش بس، كنت بعرف اتحكم فيه لان انا كنت بحطه جوه الجواكت، فما كانش عامل لي مشكله. لكن لما قعدت في البيت وقعدت فترات طويله بدأ الكرش يزيد قوي، ودع كل اللي يقابلني يقول انت تخنت قوي تخنت قوي. ففجأة كده وبدون اي مقدمات لقيت ظهري بيوجعني ومفاصلي بتوجعني، ومش قادر لا اصلي ولا انزل حتى سوري انزل امشي الكلب زي ما كنت بنزل كل يوم الصبح. وبقيت يجي لي حالات صعبه جدا ان انا مش قادر اقوم، نفسي اقوم زي ما كنت بتحرك بكل باور ونشاط. في يوم جالي حاله اغماء، نقلوني الاولاد من المستشفى، وفوجئت بحاجة غريبة جدا قالها لي الدكتور. قال لي اللي أنت فيه ده كله سببه السمنة. إزاي يا دكتور السمنة تأدي ده؟ طب أنا ما عنديش سكر. عملنا تحاليل وعملنا أشعات وحاجات كده الحمد لله رب العالمين، وما طلعش عندي حاجة خالص، وطلع فعلا كلامه صح. في الوقت ده
افتكرت كلام الدكتور ساره المعني، كان دايما بتيجي في التلفزيون وانا بتابعها، وكان كلامها بيعجبني جدا ومرمق ومظبوط. والمنتج ده طلع اسمه وان سليم وان فيت، ده يوم وده يوم. وفعلا مشيت على الكورس اللي الفريق الطبي قالوا لي، وكل يوم باخد قرص من ده ويوم التاني اخد قرص من ده. وفي اقل من شهرين كنت اتمنى انزل 18 كيلو، فوجئت ما جيت عجيت بوزن نفسي على الميزان لقيت 20 كيلو، كنت سعيد جدا. وبنصح اي راجل مصري بكرش يتعامل مع وان سليم وان فيت. يعني مش عارفه اقول ايه، بس هو قال حاجه مهمه جدا، انه فعلا معظم الناس اللي بتتحرك، عشان كده دايما نلاقي الرياضيين بعد فتره او ان هو يبطل يحصل له اي حاجه او اي اصابه وزنه بيزيد جدا، لان انا الحركه او الاكل اللي انا كنت باكله كان بيتحرق بالحركه اللي انا كنت بتحركها، فمجرد ما المفروض ان انا اقلل الاكل، فبنفضل بناكل نفس طريقه الاكل وانا مش بتحرك، فطبعا بنلاقي فعلا بنتفاجئ ان وزننا زاد جدا، وده اللي حصل مع الحاله اللي كانت معانا دلوقتي. ما شاء الله، يعني اللهم بارك. زي ما قلت لكم قبل كده يا جماعه، الرجال عندنا بقوا يخسوا زي الستات واكتر. يعني الاول كانت الستات هي اللي تطلب الكورس، وكانوا معظم الحالات ستات، دلوقتي بقت هي خست تطلبه لجوزها، تطلبه لاخوها، تطلبه لابوها، وما شاء الله في نزول في الوزن حلو قوي، وفي يعني طاقه ايجابيه منتشره كده، الناس اللي خست. ايوه، واهم كتير. حاجه انه بيبقى الرجاله بقى بالذات ايه، بتلاقيهم يعني اول ما يحس ان انا تعبان وصحتي ابتدت تتعب، لا انا لازم اشوف الحل، المشكله فين. يعني هو ما كانش عارف انه المشكله كانت السمنه، فمجرد ما تعب وحس باوجاع في جسمه ابتدى بقى يدور على السبب، فطلع ان السبب هو السمنه. لكن بنات معظمها بتهتم برضو عشان شكل جسمها، وفي رجاله كده برضو. وطبعا هو اول ما عرف المشكله دور ولقى الحل. ايه الحل بقى؟ تتصل على الارقام الموجوده على الشاشه، الاتصال العادي والواتساب كمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف، هتطلب الكورس وهيجي لك لحد باب البيت. المتابعه مجانيه والشحن مجاني، وان شاء الله بعد شهر ولا اتنين تعمل معانا تقرير زي الاستاذه اللي كان معانا دلوقتي. ايه رايكم بقى نشوف الحالات اللي كانت ايه وبقت ايه، ونشوف يا جماعه. انا بحب اشوف التقارير وبحب اشوف الحالات، وبحب ده يكون بصوره مستمره، وبحب كمان اقرا الريفيوهات. يلا بينا نشوف الحالات الجميله بتاعتنا. معانا اول حاله خسر 20 كيلو في شهرين. لسه كنت بقول لكم الرجاله معانا يا جماعه بداوا ينتشروا كمان عن الستات، ونتاجيلهم هايله وهايله وهايله. خسر 20 كيلو في شهرين، كان ايه وبقى ايه ما شاء الله. يلا بينا على الحاله الثانيه. ايه نفس مشكله اللي بيعاني منها الرجاله، الكرش او التثدي او الارداف كمان. يا نوره، شفتوا انا عارفه صوره نوره ازاي؟ نوره لابسه نفس الاوت فيت ما شاء الله، كانت ايه وبقت ايه، خسرت 18 كيلو في شهرين. نوره اخذت كورس الشهرين ونزلت 18 كيلو، كانت ايه وبقت ايه. انا عايزه اقول لكم ان واضح ان مش مجرد 18 كيلو بس، ده واضح انها نزلت يعني 30 40 كيلو ولا حاجه، الجسم اختلف تماما. يلا بينا على الحاله الثالثه، خسر 27 كيلو في شهرين ونص. لا احنا يعني خلاص بعدنا عن القمصان بقى، وخلاص جينز بقى جينز وتيشيرت احنا خلاص بقينا روشين بقى، حلو الكلام ده. يلا بينا على الحاله الرابعه والاخيره، خسر 25 كيلو في شهرين ونص. واضح يا جماعه هو نفس البست هنا، نفس البست هنا، في فرق بقى، هو مفتوح من عند الكرش مش قافل، لكن هنا ما شاء الله بقى مقفول. وشوف الثقه بالنفس، حاطط ايده في جيبه بقى. يعني حتى القعده نفسها تحسي ان هو بيبقى مش قادر يفرد ظهره من كميه الدهون، وفي الصوره الثانيه مختلف تماما. حلو قوي 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 الكلام ده بصراحه، يعني حاجه جميله. انا بقول لكم الكورس بتاعنا اللي مشرفنا جوه مصر وبره مصر. طب واللي عايز يطلب الكورس هيتصل على الارقام الموجوده على الشاشه، للاتصال العادي والواتساب كمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف، هنطلب الكورس وهيجي لنا لحد باب البيت. المتابعه مجانيه والشحن مجاني، ونخلي بالنا كده كويس قوي، المتابعه عندنا مش اي متابعه، احنا عندنا فريق كامل طبي وكلنا بننصح بالكورس. ايوه طبعا، انا عايزه اقول لاي حد، لو عايزين تبقوا زي الحالات اللي بتتفرجوا عليها دي لازم تتصلوا بالارقام، ما تستنوش بكره، ما تستنوش تجربوا تعملوا دايت وانتوا جربتوا مره واثنين وثلاثه وخلاص انا ما فيش نتيجه، قدامي حاجه اجربها اقتصاديه بنفس بديل العمليات، امن ومعاه تصريح، كل ده هتاخده بسعر اقتصادي وبهدايا وبعروض حلوه جدا، وادي هو التصريح ظاهر معانا على الشاشه. اي حد عايز ينزل يا جماعه في الوزن ما تستناش تزيد الخمسه يبقوا 10 وال10 يبقوا 15،
من اول ما نحس بزياده في الوزن او اي مشكله هدومي بس ضاقت عليا الحق نفسي وانزل في الوزن، لان الخمسة كيلو بينزلوا اسهل من العشرة، اسهل من الخمستاشر، واسهل كمان من العشرين. ومعانا هتخس على طول ومن غير ما تحسوا، زي ما انتم عارفين شعارنا لا للحرمان، كل اللي احنا بنعمله للولاد بناكله. يعني مثلا تعالوا معايا كده الطبق القمر ده، انا قصاره واخده الكبسوله، هاخد هاكل الساندوتش بتاعي غدايا هيكون العيش البلدي ولا العيش الفينو؟ لا انا شغال دماغي، انا كده كده الكبسوله عامله مفعولها وعامله البلم بتاعها في المعده وانا مش قادره، يبقى هاكل العيش البلدي. العيش البلدي هيشبع وجميل ونبعد عن الفينو. طيب ممكن اعمل ايه كمان؟ نيجي كده عند الطبق القمر اللي هناك ده اللي بالرز البسمتي، ممكن ناخد معلقتين من الرز البسمتي وناخد كمان ثلاث معالق من الشاورما وناخد السلطه الخضراء اللي هتلاقيها معايا طول الوقت في مطبخ البلد، اهم حاجه طبق السلطه. اعملي طبق كده حلو ومحترم وتاكلي اللي انت عايزاه. ايه سهل وسريع واهم حاجه لا للحرمان، وهفضل اقول لك وبقول لك يا جماعه لا للحرمان، كل اللي انت هتعمليه لاولادك هتاكلي منه، تتحرمي منه ليه؟ اهم حاجه زي ما بقول لكم في كل حلقه، الحلو هيكون في الويك اند، الحلو هيكون يوم في الاسبوع فقط. حاولي ما تتعشيش، كده كده الكرسي بتاعنا بيسد الشهيه، كبسولتنا ذكيه وانت اذكى منها، هتاخدي الكبسوله هتسد معاكي الشهيه وهتقفل معاكي المعده، بس لازم تاكلي، يبقى هتاكلي ايه؟ تاكلي اكل صحي. شايفه طبق السلطه؟ يفتح النفس. والفترة اللي جايه ان شاء الله هعمل لكم افكار جديده. شايفين يا جماعه السفره؟ طب انا عايز اسال سؤال، اللي يشوف السفره دي يقول معموله ب 2 3 كيلو لحمه، والله هو كيلو واحد نصه انا اشتغلت معاكم بيه على الهوا ونص تاني اللي عملنا بيه النسخه. متخيلين الجمال ما شاء الله؟ يا جماعه في مطبخ البلد هنفضل نقدم لكم كل ما هو جديد واقتصادي، واهم حاجه اقتصادي، يعني علشان نعمل اكله حلوه لازم نصرف ونكلف، طب عشان نخس لازم نصرف ونكلف، احنا هنخس بدون بقى ارقام وبدون عمليات وبدون جراحه وبدون بنج ولا الحاجات دي كلها. معانا ام محمد. الو يا محمد. ازي حضرتك يا استاذه ساره؟ ازيك يا قمر، عامله ايه؟ عامله ايه؟ وحشاني، منوره الشاشه والدنيا والله. حبيبتي تنورك، عامله ايه؟ انا الحمد لله بحبك جدا جدا. حبيبتي احبك الله يا روحي، امريني يا محمد. الامر لله، انا اولا عايزه اشكر حضرتك واشكر الدكتوره مها على الكورس المكثف اللي انا خدته. حبيبتي والله فرحتيني، قولي انت اخدتيه من امتى؟ انا واخداه بقالي اسبوعين وخسيت 8 كيلو. ما شاء الله، دي نتيجة حلوة جدا من أول أسبوعين 8 كيلو، يعني أنت لو كملتي الشهر بإذن الله ممكن تبقي فوق ال 15 كمان. قولي لي بقى بتاكلي كل حاجة؟ باكل بس يعني بكميات محدودة، لأن في نوعين برشام، واحد بيسد الشهية عندي وواحد بيحرق. لا تمام. كمان هي لا هي متابعانا وعارفه كل واحد. يا ابو محمد عارفه ان في واحد بيسد شاي واحد بيحرق. ايوه ما الدكاتره متابعيني ومفهميني، امال هاخد حاجه كده من غير ما اعرفها؟ شاطره. طب سؤال بقى يا ابو محمد، بتاكلي كل اللي نفسك فيه ولا محرومه من حاجه؟ لا باكل بس الشهيه مش زي الاول. اصلا كمان انا عندي السكر. يا حبيبتي سلام عليك. دلوقتي 92. ما شاء الله. فقد ايه بقى وقت؟ اسبوعين. 15 يوم. لا حلو قوي، الله اكبر. لا تاتش وود بقى يا جماعه، ام محمد تستاهل سقفه. 8 كيلو ايوه في اسبوعين. في اسبوعين يعني دي على فكره هم ثلاث انواع، باخد نوع قبل الغداء ونوع الصبح وفي برشام فيتامين. ايوه الفيتامين دي وفي كمان بيبقى معاه كريم شد الترهلات. لا ده مش هاخده دلوقتي بقى، ده انا هاخده في ثاني شهر كريم شد الترهلات، وبعد ما اوصل للوزن اللي انا عايزاه في تثبيت معايا برضو في نفس الكورس. ايوه برافو عليكي، انت كده مش محتاجه اقول لك حاجه. لا عايزاكي تكلمينا يا ماما. اللي بيتابعوني. نعم؟ الدكاتره اللي بيتابعوني هم اللي مفهميني كده، انا ماشيه على حاجه. برافو عليكي، برافو عليكي. نفسك بقى توصلي لايه؟ انا نفسي اوصل ل 60 لاني مش طويله قوي. برافو عليكي. وكمان عشان السكر واقدر امشي. برافو عليكي يا حبيبتي، ويا رب توصلي اللي انت عايزاه يا ام محمد. واهم حاجه ان محمد بتقول ايه؟ انها ما حرمتش نفسها من حاجه، صح يا ام محمد؟ اكيد الحمد لله. طب قولي لي بقى اخبارك ايه في الحلويات؟ باكل بس بنسبه بسيطه لان اساسي انا عندي سكر. يا روحي. عشان كده خست يا جماعه الوزن الحلو ده انها قللت حلويات. برافو يا ام محمد، ومستنيه مكالمتك بعد ما يتم شهر على الكورس. مستنيه مكالمتك. تسلمي لي يا محمد، شرفتينا ونورتينا. هو ده الكلام الحلو، هو ده المكالمات الحلوة، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، في أسبوعين نزلت 8 كيلو، معدل حلو قوي قوي. وزي ما بقول لكم أنا دايما اسمها إيه؟ دايما إيه؟ بنصح.
دايما بنصح بالكرسي المكثف، لان نتايجه زي ما انتم شايفين كده. انا قاعده اهو معاكم عامله الحلقه، تلاقي ام محمد اتصلت، ام معاذ بعته، ام محمود بتقول نتايجه يا جماعه حلوه قوي، وما شاء الله بيتم النزول سريع زي ما انتم شايفين. كل اللي قدامنا ده مع الكرسي المكثف، علبه البيضه والعلبتين الاحمر والعلبه الخضراء والهدايا، كل ده في الكرسي المكثف. عشان كده يعني مفعوله بيبقى قوي شويه. يعني مثلا هقول لك ايه، انت لما بتحبي بشرتك تبقى فيها ترطيب كده، بتحطي الدهان مره الصبح ومره الظهر ومره بالليل، فتحسي ان الترطيب جه معاكي بسرعه، فاهمني؟ فنفس الكلام لما بتاخدي الكرسي المكثف برشامه قبل الفطار والكبسوله الثانيه قبل الغداء، فبتلاقي نفسك في تحفيز، حاجه بتحرق كميه الميه اللي انا بشربها. طبعا بيبقى احسن للبشره واحسن للشعر. لا هو الكرسي بيعطش، احسن للتمثيل. هو الكرسي بيعطش، ما انا عارفه، بيديكي دايما ايحاء كل شيء انت عايزه تشربي. ايوه في حاجه كده، في ناس بقى عندهم مشكله حتى لو انا عطشانه ما بروحش اشرب ميه، بروح اكل اي حاجه، بس بجد طول ما انا ناسي اشرب ميه، يعني اي حد بينسى يشرب ميه، خلي جنبك ازازه الميه كده، عشان كل ما يعني ما تحس الجو حر تشرب على طول. الجو حر. لا في ناس مش عارفه ليه ما بتحبش الميه، بس هو فعلا بيساعد ان انا اشرب ميه. هو انا كساره كنت دايما بنسى الميه. لا هو بيخليكي دايما تشربي ميه، او تحسي ان انت عايزه تشربي ميه وبتدوري على الميه، ويخليكي بقى تقولي مره ايه، طب احط فيها شريحه ليمون، طب احط فيها مكعبات ثلج. لا هو كمان في خيال. لو ما بتحبيش طعم الميه عامه، ممكن فعلا نغير اي حاجه في ديتوكس، نعمل اي طعم للميه. لو انا مش بحب طعم الميه، مع ان الميه حلوه، اعمل لكم حلقه افكار ديتوكس، قولوا لي في الكومنتات لو حابين الموضوع ده، قولي لي وانا اعمل لكم بقى ايه حلقه كامله للموضوع ده، نعملها بالجنزبيل وشرايح البرتقال، شرايح الليمون، شرايح النعناع، نعمل حاجات كتير مع بعضها. ايه رايك بقى نفكر الناس بالعروض وتقول لهم كده؟ يعني مثلا انا واحده عايزه اخس من 5 ل 10 كيلو، اكيد هاخد كورس الشهر. طب كورس الشهر عباره عن ايه؟ كورس الشهر عباره عن العلبه البيضة دي بتكفيني شهر. طبعا لو عايزين ننزل من اول اسبوع هنشوف تمام. نتيجه من اول اسبوع، وبناخد الفيتامين دي ده هديه. هو طبعا الكورس مصرح من وزاره الصحه، واول عرض معانا ده عليه تخفيض 30%، يعني بيوصلني الكبسوله البيضة، العلبه البيضة، وبناخد معاها هديه الفيتامين دي، ده غير التخفيض 30%. حلو. كورس اكمل كورس الشهرين بقى كملي كورس الشهرين والثلاثه، كورس الشهرين قلبي المكثف كملي بقى. اوكي كورس الشهرين ده لو انا عايزه انزل من 20 ل 25 كيلو، حاسه ان انا مش قادره يعني اوقف الشهيه، مش عارفه اتحرك، مش ما عنديش وقت، ام مثلا قاعده في البيت ما بتحركش من البيت خالص، ده هيساعدني العلبه دي، هتساعدني بديل الجيم واللي بيسد معايا الشهيه وبيحرق لي الخلايا الدهنيه، عندي اي منطقه فيها تكتلات دهنيه ده هيخلصني منها في شهرين، وكمان مع نزول الوزن بطريقه متناسقه، يعني كل الجسم في كل منطقه فيها زياده في الدهون هتنزل معايا بشكل متناسق، ده عليه تخفيض 40%، وكمان بيوصلني معاه هديتين، الهديتين دول الفيتامين دي وكريم شد الترهلات. كورس بقى الثلاث شهور للناس اللي اكتر من 25 كيلو لحد 35 كيلو، بيبقى معايا الثلاث منتجات دول. اول شهرين باخد بالتبادل العلبتين دول يوم بعد يوم قبل الفطار بنص ساعة، بثبت اخر شهر وبنزل كمان في الوزن بالعلبة دي اللي بتخلصني كمان من السوائل الزايدة وبتثبتني على الوزن اللي انا وصلت له، ده عليه تخفيض 50%، وبيوصلني معاه كمان هديتين الفيتامين دي وكريم شد الترهلات. الكورس المكثف بقى الاربع منتجات دول عليهم تخفيض 60%، بكثف الجرعه من اول شهر، باخد العلبتين دول يا جماعه بناخدهم في نفس اليوم، مش يوم بعد يوم، واحدة قبل الفطار وواحدة قبل الغداء، دول لحد ما كمل أول شهر. تاني شهر بنرجع نكمل بالعلبة الحمراء دي، برضو نخلص تاني شهر نرجع بقى للتثبيت اللي هو تالت شهر، ده اللي بيخلصني من السوائل وبيثبت معايا الوزن، ده مع الفيتامين دي هدية وكريم شد الترهلات هدية. الكورس ده من أفضل الكورسات بجد يا جماعة، نزولا في الوزن وظهور للنتائج كمان عليا، وبديل العمليات، بديل كل حاجة بطريقة صحية، مليان ألياف وفيتامين وكله أعشاب طبيعية، ومعاه تصريح من وزارة الصحة المصرية. اللي عايز يطلب الكورس يا جماعة من خلال الأرقام اللي بس ظاهرة معانا على الشاشة، أو عن طريق صفحاتنا على الفيسبوك وان دايت ودايت لايف، صفحة وان سليم على الانستجرام، صفحة مطبخ البلد، كل الصفحات دي الحقوا كلمونا عشان تلحقوا تاخدوا العروض والهدايا
والتخفيضات. كمان المتابعة بتبقى معانا مجانية والشحن مجاني، ده غير طبعا الهدية أو السحب اللي احنا عاملينه على الكورس المكثف. وفي طبعا مسابقة شيف سارة، دي يا جماعة حاجة ودي حاجة، برجع أقول لكم تاني عشان الناس بجد بتبقى متلخبطة ما بين الهدية بتاعة الكورس والهدية بتاعة الفزورة، بس الاتنين فيهم هدايا والاتنين فيهم عروض. الفزوره قدامكم على الشاشه اهي، اول ما انا قلت قدامكم مشيت، الفزوره قدامكم على الشاشه اهي، دي يا جماعه جايزتها ادوات منزليه تمام، لكن السحب ده جايزته العين السخنه. ظهر التاني اهو المسابقه، بيقول لك ما هو الطعام اللي من زمان، عشان انا مش شايفه كويس ثواني. تمام، ما هي اقدم اكله ظهرت في العالم وما زالت تطعى الى الان؟ البيض ولا المشاوي ولا الارز؟ حلو كده، قريتها لكم اهي. دي يا جماعه الفزوره السحب عليها بيبقى ادوات منزليه، وبتيجي هنا معايا يوم السبت، وده شرط انك تيجي معايا وتستلميها على الهواء. لكن مسابقه العين السخنه ده سحب، انت بتطلبي الكورس المكثف. بتطلبي الكورس المكثف ازاي؟ عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه، للاتصال العادي والواتساب، وعن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف. هتطلبي الكورس هيجي لك لحد باب البيت، المتابعه مجانيه والشحن مجاني. طب يا ساره انا دلوقتي عايزه ادخل على المسابقه دي اعمل ايه؟ انت طلبتي خلاص الكورس المكثف، هتبعتي الريسيت على رسائل الواتساب وخلاص، انت كده اوريدي دخلتي في السحب، وان شاء الله تكسبي المسابقه للكورس المكثف اللي ظاهر معانا دلوقتي على الشاشه. يلا بينا ناخد الريفيوهات الجميله بتاعه حالتنا الحلوه، يعني اخواتنا والله يا جماعه. اول ريفيو معايا، صباح الفل والياسمين عليكي يا دكتوره ندى، انا وزنت النهارده وبقيت 95 كيلو، كان وزني 115 كيلو، كده انا خسيت 20 كيلو في شهرين واسبوع. بجد شكرا على مجهودك معايا، ربنا يكرمك يا رب. ما شاء الله ما شاء الله يا جماعه، 20 كيلو في شهرين واسبوع، ارقام حلوه قوي، ارقام بجد افتح النفس. الريفيو التاني معايا، تمام يا دكتور متشكره جدا ليكي، انا نزلت 3 كيلو في 4 ايام، ومتفائله جدا وان شاء الله اكتر. برافو برافو، وانا كمان متفائله لك اكتر واكتر كمان. يعني 3 كيلو بعدين بتوزني اصلا بعد 4 ايام ليه؟ ما احنا قلنا نوزن كل اسبوع. السلام عليكم دكتوره، انا خلصت الكورس كله، خسيت ما شاء الله في 3 شهور 26 كيلو. يا جماعه احنا ارقامنا حلوه قوي ومناسبه قوي، وكورساتنا هايله، واهم حاجه بقولها وهفضل اقولها ان الكورس بتاعنا مصرح من وزاره الصحه، والتصريح معاكي على الشاشه، مش اي منتج كده ناخده وندخله بطننا ونبقى مش عارفين اضراره ايه الجانبيه ولا ايه اللي ممكن يحصل، ما احنا مش عارفين مصدره، لكن الكورس بتاعنا ما شاء الله عليه مصرح من وزاره الصحه. معانا الكورسات تناسب الجميع. هقول لك تاني العروض سريعا، معانا يا جماعه عرض الشهر الاول، وده خصم 30% بيحتوي على الكبسوله البيضة وهديته العلبه الفيتامين، حلو قوي. معانا عرض الشهرين، عرض الشهرين ده بقى للي عايزه تخس من 20 كيلو 25 كيلو، حلو قوي. معانا العلبه البيضه والعلبه الحمراء، عليه تخفيض 40%، وكمان معاه هديتين الفيتامين دي وكريم شهاده الترهل، حلو قوي. معانا كمان عرض الثلاث شهور اللي عايزه تخس اكتر من 25 كيلو، يا جماعه معانا العلبه البيضة والعلبه الحمراء وكمان العلبه الخضراء، وهداياه فيتامين دي وكريم شد الترهلات، والتخفيض كمان ال 50%. 50%، يعني لو الكورس عامل 100 جنيه هتدفعي 50 جنيه فقط. انا بقول لو، عشان في ناس بتقول شيف سارة قالت الكورس عامل 50 جنيه، طب ازاي؟ ده مش ثمن العلبه حتى. طيب دلوقتي بقى الكورس المكثف اللي شيف سارة دايما بتنصح بيه، الكورس المكثف صورته معاكي على الشاشه، العلبه البيضاء والعلبتين الحمر والعلبه الخضراء وهداياه مع الفيتامين دي وكريم شهاده الترهلات، وطبعا السحب اللي قلنا عليه وعليه تخفيض 60%. حلو قوي الكلام ده، شرفتينا ونورتينا يا استاذه مها. نور بيكي يا حبيبتي، حبيبتي ميرسي لكل المعلومات الحلوه والكرسي الجميل والمسابقه الحلوه، ميرسي لكل اللي شافنا النهارده، ميرسي لمشاهدتكم لينا، واستنونا في حلقات احلى واحلى واقوى واقوى، وكنتم مع مطبخ البلد، مع السلامه.